الجبل الجليدي أو الجبل الأبيض ليس كغيره من الجبال المحيطة به، جبل الصايرة، الذي يتميز بأحجار المرو التي تحتوي على معدن الكوارتز، وهو المستخدم في صناعة الزجاج، وهذا ما أعطى الجبل لوناً أبيضاً براقاً. يقع جبل الصايرة في محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير، ويمتد على مسافة 3 كيلومترات باتجاه جنوب شرقي المحافظة. وهو بارز جداً وملفت للانتباه في سالك طريق الرين الرياض أو القادمين من جهة العلاية أو من المناطق المرتفعة. في الليل يبهرهم جمال الجبل، وكذلك في النهار دائماً ما يسألون عنه. الجبل دائماً تقام فيه الفعاليات خاصة لزوار بيشة، يكون فعالياتهم في الجبل لأنه مميز. أبرز معالم محافظة بيشة يعد مقصداً سياحياً ويحتل مكانة كبيرة لدى أهالي بيشة. محمد الجميري، MBC بيشة.